nous qui cerne le quartier, ça tire encore dans certains coins de la ville. Du quartier de l'ambassade de France, du côté... انقلاب عسكري. هذه المدرسة اللي ما عمرنا عرفنا فين كانت، في هرمومو، لا أحد يعني يعلم فين كاينة ولا شي حاجة. عنصر علي بن حرازم السريلي، سارجان، كنت مكلف بالانستركسيون ديال التعليم الطوبوغرافيا. هرمومو تخرجت من التلاميذ ديال 67. الاسم عربي ماسة، من موالد مدينة الدار البيضاء 15/6/1951. عبد الله الزروق بن ناصر بن عبد السلام، التحقت بالمدرسة العسكرية في شهر 6/1970. من هو ادريس؟ اكسوز اوفيسي في لومير، جيت شاف سيكسيون، ولكن انا عشت في ليكول من ستاج ليكول ديريكتومون، مشيت حتى لشي بلاصه. الكنيه ديالي الدخيل الحبيب، الرتبه ديالي سيرجون. كنت في عهد البوزيدي، شي شويه جا عبابو. عبابو كان ما عندوش الفرق بين الكبير وبين الصغير، يمكن التلميذ عنده عز من القرايدي. ما تقدرش تصحح ليه في الوجه ديالو، ما تقدرش تطول تشوفها بحال ولا تشوف فيه، كان يعني تيبان لك الحزم والصرامه تقول في وجهه، لدرجه ان في الاستعراض واحد الخطره هنا في المغرب بالرباط، وتيكون قدامنا واحد الفيلق ديال الدرك الملكي، وتعرف اللباس ديال الدرك الملكي عندهم واحد اللبس فيه قوه دوك الخيوط اللي فوراجير، وقوه دوك لي بوط حتى لهنايا، ودوك الصفايح، وداك ملي ملي تحرك الدرك قدامك تسمع قرش قرش بحال الكره. تيقول لنا قدام الكولونيل ديالهم اللي كان انا ذاك بوعزه ابو الحمد، تيقول ما تبعوش لي هذه القرابه. انا واحد القبطان كان كانت عندنا لا بيبليوتيك، كتعرف لا بيبليوتيك ديال المدرسه، دفتر غير العناوين ديال الكتب، دفتر. وكانت عندنا لا بيبليوتيك في البيسي حدا الكوموندمون ديال عبابو، وكان قبطان ما عندوش ما يعمل ماشي ياخذ شي كتاب يطالع فيه.
غير شاف عبابو تما راه زعما كطوار رياضيه هارب. تلاقيتو انا في بلاص دار ام كابيتان شكاين واش مكتبه خاويه؟ قال لي لا راه خاويه ولكن راه فيها. وانا شفت قبطان ماجي كيجري اش غندير انا صار رجعت بحالي للدار سمعني مهياب تقولي لا الا وقف حداك كتبدا ترجع. واحد النهار واقفين حنا راه حنا باقيين ديال الزلام وواحد الدري الله شويه الغبره على الصباط ديالو وكان هو اللي دوز لا روفي شاف داك شويه على الغبره على الصباط ديالو قال له انت خائن الملك. جا عندنا دريس بن عمر قال لنا عبابو راه عنده كارت بلانش من عند سيدنا اللي امر بها عبابو هي اللي تكون. جاو شي لجان كانوا كيجيو لان المدرسه كانوا يضربوا بها المتار في افريقيا وكان جات شي لجنه ونزلوا تما بالهليكوبتر وهذا ونزلوا وكنا حنا وقفنا في ديك البلاص دا وعطيناهم التحيه. من بعد انهم ملي دخلوا للبيسي يعني داك البوست دو كوموندمون فيه كاين هو كاين الحلاوه الحلاوه والمشروبات وكذا استقبلهم استقبالا حافلا. حنا بقينا في ديك لابلاص دام يعني ان بحكم يعني كنظن انا ثلاثه ديال لي بروموسيون ثلاثه ديال هذا بقى الهضره. وقع هناك ضجيج وقع هناك ضجيج ربما سمعه هو الداخل في البيسي. خرج فتح الباب وخرج وقال بداك اللغه ديال العسكر بالكم يعني ان وقفنا وقالنا بلاتي عليكم غادي نضرب لكم ثلاثه. قبل ما يوقع الانقلاب شي سي مو افون ولا وي مو افون جو مي رابيل بلو كانوا قالوا لنا بان غادي توجدوا لنا دي زيليمون دي كومبانيار من لا كومباني غادي توجدوا لنا بالاقل 10 من لا سيكسيون. 13 ماي 71 هوتنا المدينه الشارع اللي غادي يجي يستعرض فيه الحسن الثاني الفيالق اللي تكون صافه وغادي يمشي هو المنصه باش تبدا تدوز قدامو مرتبين حيت داكشي بترتيب. لا اللي ما تهمش لي انا في هذاك النهار وهو عبابو الفيالق اللي هي على اليسار ديالنا وحنا واقفين هنا يعني وحنا راه تقريبا حنا اللي مكلاسين في, في, في الترتيب. كاينين الضباط قدام كاين الدرك الملكي وكنا حنا في ثالث مرتبه. عاد كاين الفيالق الاخرى التي ديال القوات المسلحه. الوقت الناس كلها الفيالق كلها يعني اون بوزيسيون دو غارد افو يعني كل شيء واقف. عاد هو عبابو هاو باركي بليتو قلنا سلام سنح يعني أديو التحية. راه الوقت اللي غير فاتنا واحد شوية ما كانش ربعة الأمطار ولا خمسة بحال هكا حطوا سلاح راحة. الحسن الثاني ما لاحظنا فيه وهو أنه دار واحد الالتفاتة واحد النظرة يعني جاتو شوف اش قالت لي في دماغه. هادشي غنكتشفوه من بعد حتى المحاكمة غنكتشفوا بأن كانت غتكون مناورة وكان المدبر ديالها الجنرال المذبوح اللي كان آنذاك هو مدير الديوان الملكي وهو الصاهر على الترتيبات اللازمة في هذا الإطار. قال له الحسن الثاني في ذلك اليوم ما لاحظتش قال لي شت ما كاينش الخفر الجوي يعني ما كاينش دوك الهليكوبترات اللي تيديروا داك المسح يعني المنطقة شنو فيها ولا هذه. تم استشعر بأن الأمور ما تنجحش وقال لعبابو سنؤجلها الى فرصه اخرى. ملي كنا تنبغيو نديروا تحيه العالم في الصباح وتنكونوا مجموعين كاع دوك الفيالق يعني كلها مجموعه في ساحه الاسلحه كما نسميها بلاص دارم فين تتواجد هذيك الماتكولور يعني ديك الرايه تنأديو التحيه بحضور يعني المداوم الضابط المداوم كانت الغربان تحلق فوق رؤوسنا يعني كانت تنسمعوا تينعق في ذاك وكانت كنا نتطير منه بشده. قصر السخيرات عمرني ما سمعت به بانه كان سمع بالسخيرات ولكن ما عرفش بان كاين لان كنا مزاين صغار ومن حاضرين من الباديه. تفاجئنا بشيء باشياء لم نعلم عنها وهو كونوا على استعداد وتكون في اللباس العسكري ديال كما يسمى توني دو كومبا يعني لباس زي ديال الحرب بروتكان كاسك يعني داك المسائل بحال راك يعني في حاله الطوارئ. كي جا عندي الرئيس
قال لي راك غتمشي. قلت انا ما كنمشيش. قال لي منى وراه كلشي غيمشي. الشيء الغريب هو قدوم الحافلات من عين حلوذه وحنا ما عارفينهمش منين جاوا. حافلات باقين دوبلوفي صافي مات جداد 25 تحطات في واحد الباركينغ. عطاونا في الليل السلاح كنشوفوا السلاح حي الذخيره الحيه كيفاش الذخيره حيه والمانوفر مع يعني ما نعرف. الجمعة يعني النف في العشية قالوا لنا وزافي رونديفو افيك لو كولونيل عبابو. جاء بزي مدني رفقة شخص كذلك بزي مدني في سيارة نزل من سيارته تيبان نجي وهي تيدور الصفوف ديالنا مع واحد من الإخوان ديالنا من تورقة كان بوه الله يرحمه كان سائق في القصر الملكي كان طاح على يدو شي وقت في السبور وبقى مستغل ديك الباندا ديما دايره في يدي شي شويه اللي بحال تيموه بانه راضي. شافوا عبابو بحكوا ويشوفوا شاف لي الباندا في قال له مالك في يدك؟ قال له مو كولونيل. قال له خرج زعما بغى يعفيه. قال له لا مو كولونيل خوفا من ان خاف من شي ريبيتاسيون تكون يقول انا لا ما مشيتش وغادي تكون غادي ترجع عليا صحابي يدوزوا كراد وانا فهمتي يعني هذه قراءه ديال الانسان اللي عنده واحد الطموح وتيشوف بعيد. لان مانوفر بالداخل راه هي راه غادي يوقع الموتى ضروري ولكن ما دينا فاش ما كاين مشكل في الصباح مع الفجر امباركمون قبضنا الطريق. تصور شي نقطه طاحوا لا ذات وحنا واقفين لدرجة أن النقطة ملي تضرب في الجرافيت تطلع معك ذاك الريحة ديال ذاك التراب. ما قبل الأخير هو تعطى شنو التعليمات اللي دارت هذيك الساعة؟ تقسمات الكونفو على النص. قال بحال دابا النص اللي قدامي مشى فيه هو كان هو اللي مكيبي هذاك النص هو اللي مقيديه غادي يدخلوا هما نقولوا من لابورت سيد غادي يفوتوا الباب الاول هما حنا غندخلوا من ذاك الباب الاخر اللي بالنسبه لنا حنا كنا غادي في تنعرجوا الكاميوات بحكم تنسمعوا الكاميو اللي لحقنا لذاك الارضيه اللي دخلنا لها تيبان لي الكازون تيبان لي هذا على هذه سوندي. اي وصلنا الى القصد دخلنا من الباب الاخر وصلنا. انا جيتي بوشون في لابورت دخلت في الضربه الاولى من لابورت اللي من لهيه دو لوتر كوتي من الفوق وصلت لتما. قال لي واحد المسؤول ديالي واحد القبطان قال لي قاعد هنا بنوار في لابورت صافي قعدت انا نيت حتى هو نيت قعد معايا. صبنا الكاميونات ديالنا دخلوا هذيك حنا بعدا باش يفهم الانسان الشيء اللي ما كيفهموش. ولد الباديه راه ما كيعرفش القصر قصر الصخيرات. حنا كنشوفوا جرده هو كيقول لك القصر هذا يعني بناء العروبيه راه ما كيعرفوش هذا القصر. القصر راه معناه بنايه والشيء ديال سيدنا ماشي هو عادي. المهم حنا دخلنا مؤخرين دخلنا على الباب الاولى اللي كتجي من جهه الرباط نسيبو الكازون الناس بدات تير وجبرنا تما الناس. حنا ما عندنا خبر الحقيقه داكشي كنا كنقولوا بان كاين شي حفله وصافي ماشي قيتهم في الكازون محيدين الحوايج كيتشمشوا كي بدا القرطاس منين ياك ما عبابوس معناه كيقول سيدنا في خطر حميو سيدنا. انا شنو جاني البال ياك ماشي عصابه ياك ماشي جات تهجم على الملك ولا شنو ما عرفناش. المهم كان القرطاس كلشي طاح للارض لان القرطاس كيضرب علينا منين ما نعرف. واحد الرقيب صاحبي مع جنبي خاف يقوصوا الناس قال مهزو الفمام ديال المتريات ديالكم في السما لاش غتقوصوا الناس اللي في لابلاج. هو زيدو القرطاسه اخترقت يدو انا حدايا هو ناعسين واحد حدا واحد ما اخترقت يدو. انا ما بقيتش نعقل وقفت. جات قرطاسه طائشه ضربتني في الكاسك وريش والكشات مشات. قلت لك الكوموندو هذاك الكوموندو اللي قدامي يعني الكوموندو 23 تنسمع الرئيس هو اللي كان في الاماره تحت الاماره ديالو الرئيس افونسي تيري فير لو سيال. بدينا تنزحفو تنشوفو انا تنشوف تنسال عيني تيبان لي غولف تيران غولف الشجر كل البحيرات كل البقع ديال الرمال الكازو
تيريت واحد يعني واحد شارجور خويته كما امرت كما امر جميع الاخوان تيريته في الهواء ولكن تمينا غاديين صراحه. حتى انا حتى تفاجئ كيبانوا لي الجوتات في ذاك ديال الجولف ذاك الملعب ديال الجولف الناس ميته بالشوط بهذا الناس كانت مصيفه القطاس السماء يعني انا واحد الحاله ما شاء الله يعني بقينا عي كنجاوي وحنا في حقيقه الامر بقينا تايهين تايهين حنا كنجاو يمينا وشمالا بقيت كنجاي حتى بان واحد العسكري من المظليين بقى كيجي حدايا وكيقول لي شي وحدين راه جاوا بغاو يقتلوا الملك ديالنا في خطر وانا كنجاي حداه يعني لو كان عارفني انني انا يعني باش تعرف بان الامور كيفاش كانت. كنا ماشيين مع بابو في قصر الصخيرات فاذا به كيصادف كيلقى بول حمز كان ديك الساعة عقيد ديال الدرك الملكي في مراكش وكان بينه وبين بابو واحد الشنآن غير وصل قال لهم لي جينيرو دوبو فو لي جينيرو كلهم قال لهم لي كونوني بول حمز مي ريسبي مون كونونيل فينيزي سي مون كونونيل جا عندو لو كونوني بول حمز قال له الواحد لاليف تي لو لاليف ايزيتي دو نبا لو تيري قتلوا عبابو نيت قتل داك الالاف قتل الالاف ابري ضربوا عبابو ضرب بول حمز داك الشنآن كان كيصيفط عبابو كان كي يوجه بعض التلاميذ الضباط هذا للدرك الملكي لمراكش غير كيمشيو لمراكش الاخر لبول حمز كان كيدير لهم واحد امتحان مجهد عليهم كياخذ غير دوك واحد النخبه قليله والمتبقي كيردوا لهرمو عبابو ما كانش كيرضى كيقول هذا علاش يرد لي التلاميذ ديال غلقاه في الصخيرات كان كيلعب في الملعب ديال الجولف كان كيلعب الجولف بول حمز غلقاه تما قال له جا عبابو جا بول حمز قال له فوالا ميز إليف سيل نو سون با كابابل مورالمون إي لو سون فيزيكمون وكيتيري فيه وكي قال له لواحد التلميذ من دوك التلاميذ قال له أشيف لو كملو تما شفت أنا بول حمص طايح هكدا على وجهو ديك الساعة أنا تصدمت ما عرفت راسي فين الدنيا فوضى شي هارب شي كيجري شي كذا المهم زدنا واحد شوية وشي دراري من الزلاف ماجين بواحد البنت شادينها ديك البنت كتقول لهم ديوني عندك سرجان ديوني عندك سرجان انا واقف جابوها لي قالوا لي سرجان هاد البنت شنو بغيتي يا بنتي جاسلك انا كنعرفك وقريتي معايا في مولاي علي الشريف الصفرو ودابا انا مزوقه فيك شنو بغيتي قالتك فكوني نخرج بحالي من هنا عيطت لدوك الدراري قلت لهم شوفوا خرجوا الله يرضي عليكم اطونسيون كل ساعه شي واحد خرجوا لطريق الرباط حصروا شي سياره خذوا النمره ديالها وقولوا لي وصلها فين بغات تمشي دازت هذه شويه وما ما جيم بالسي علال الفاسي سي علال الفاسي عيطوا لي سرجان ها علال الفاسي انا ما كنعرفوش شدوه الدراري ماشي شدوه الدراري لابس واحد الجلابه ديال الكاكي لابس جلابه الكاكي في يدو واحد المنديل بيض فيه شويه الدم وتقشر النيلو قلت له واش انت السي علال قال لي ولدي انا هو السي علال مازال ما كملت معاه الهضره كندور على المنديلي كنشوف الكولونيل ما جا بابو جا بابو قلت له السي امو كولونيل ها السي علال الفاسي زاد على قبالته ضحك معاه ابتسم معاه ابتسامه قال له السي علال من بعد ومشى بحالو بديت تنقول انا اش هاد الشيء هذا توقيلا شي فيلم تيتمثل يعني باش تعرف قلت هذا شي فيلم تيتمثل بديت تنقلب انا زعما رانا ذكي تنقلب على لي كاميرا ما تيبانوا لي لا كاميرات لا والو شويه فين غادا تغير الفكره تنجي تلقى واحد مدرج في الدماء ديالو مدني ميت طايح بحال ما يتحال فمه مسكين وما كانوا كانوا كيخدموا في الخفاء يعني انهم لان احنا ما فراسنا ما نعاودوا يقال على ان بعض الضباط كان فراسهم كما قال الاخ متقي الله يمكن في ديك الوقفه ديال الغابه ربما تما عاد فاش علمهم
او كان شي ضباط اظن بان عقا وشي وحدين يمكن كنظن بان كان فاصم القضيه وما كانوا يخططون لهذا المسائل، ولكن ربما ان الامور ما نجحات لان التخاذل وقع وكذا وبداك المشي والمجي ديال المذبوح لانه يعني بقى كيمشي بينه وبين الحسن الثاني فلم يوفق، وهنا عبابو قتل المذبوح لانه بحال حسوا بانه بدا كيخو. لا ما شتوش بانه خانو وقتلو. فجاه حلقت هذيك المروحيه عبابو بكامل ذاك الجهد اللي عطاه الله ها امباركي في ساعة امباركي انا براسي مشيت الكاميو ديالي مشى عليا مشيت فواحد الطوموبيل للرباط انا ما عرفتهمش كاع فين غادي. مشينا كركبوا في الكاميونات بعدا انا الرئيس الشيف ديالي ملي نزلنا الصخيرات ما شفتو الرئيس ما بقاش معايا الرئيس بقيت الرئيس بقيت انا مقابل الدراري ديالي لان مسؤوليتي هو غاب انا المسؤول. طلعنا في الشاحنه طلعت في واحد الشاحنه كتسدينا الداخليه بقينا حنا ديك 120 تقريبا ولكن بقينا على النمط اللي كان عبابو باقي معنا كان يعني الناس ما كاينش اللي يقدر يتحرك كل شيء ديال يدي الفوق بما فيهم رؤساء احزاب بما فيهم وزراء بما فيهم سفراء بما فيهم الى اخره. مشينا شدينا الداخليه شدينا اللي طماجو كانوا كميوات كانوا بزاف يعني ان الى حيدتي داك العدد اللي قال قبيله سميتو كتبقى يعني واحد الالف ديال الناس ولا 900 ديال الناس مشاو. مشينا وصلنا لتما الداخليه شدينا الداخليه ليطاماجور ربما ان لقينا واحد المقاومه في ليطاماجور اما الداخليه ما لقيناش مقاومه حيت ملي كذا كيخلي بعض العناصر من عندنا حنا كيبقاو تما كيشدوا في ليطاماجور. لقينا واحد انه العساكريه بغاو يقاومونا وكنعقل مزيان انه ملي جا بغيدا لقاهم شادين السلاح وخفوف جوجه ديالنا قال لهم اودي شوف انا عبابو وكان هز واحد الفادي زعما هذاك الفادي ما كاينش في المغرب لان يعني بحال داكشي ديال الويستان واحد الفادي زعما فايد من نوعه انا كنت حداه شي شويه. المهم انه قال لي مودي شوف نتوما بحال وليداتي انا ما جيتش نقتلكم بهكا انا ما جيتش نقتلكم حتى انا عندي وليداتي العالم الله عليهم. دابا دخلنا المقر الداخليه تجمعوا دوك العمال اللي كانوا تما دوك الموظفين اللي كانوا تما كلهم تجمعوا في القاعه في السفلي ديال الداخليه ديال الوزاره الداخليه. صبنا تما العمال ديال الداخليه وهذا تعاملنا معهم باحسان وهذا وصلنا ليطاماجور تما جا واحد بوجلابه بيضاء قال له اجي لهنا جا عنده عبابو خدا واحد البيريطه ديال واحد اليوتنون ديالنا وهو ضربو. هذا حضرتي ليه انت؟ حضرت انا حضرت هذا القضاء هنا في الباب. عيط واحد الفسيان لجوج الناس لابسين مدنيين عيط لهم بسميتهم قال لهم سيروا في هذا الكولوار ودار فيا قال لي فيزيالي ماشي شاف ديالي ما يمكن ليش باش نف لو دي باش الفيزيون مانا تا عندك الفردي تيري فيهم لاش انا قال لي جيت دوني النورد لو خا ارميت عندي دفع الشاش عمرت سيريت وليو باش دوك الناس مساكن مني سمعوا فيزيالي زادوا شي شويه وداروا كيشوفوا هكذا شافوني قلبت الرشاش اللي عند داك لوفيسي لو شوف انا ما جيت نقتل حد انا قال لك الشاف ديالنا قال لك الملك في خطر جينا نحميو سيدنا با بلوس باش تقول لي قتلو انت الفردي عندك وقتلم قال لي كترفض قتلو كرفض ولا زدتي معايا غنتيري فيك انت. وصلنا الاذاعه وقفنا في يعني الاذاعه هي عباره على واحد الكافور يعني واحد ملتقى ديال الطرق الاذاعه جات في القنتليه عبابو بغى يزيد كان تما واحد اليوتنو واحد اليوتنو كان عندنا حنا بعدا اصلا في المدرسه العسكريه هو اللي كان كيعلمنا التير وهاد القضيه هذه كنت انا بارمي لي تيرو ديليت انا كنت كنتيري مزيان وكان هو اليوتنو اللي كان شادنا حنا كنا واحد الفئه من دوك اللي كيتيرو مزيان يعني انا ضربت بجميع تقريبا الا 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 الا
هو اللي معما جميع البازوكا الاليراسي كاع ديك الميتريات وداك، وهذا كان هو اليوتنو، لان كانت هو تيو ديليت في المغرب، هذاك كيقولوا له اليوتنو الطيف، هو اللي علمنا التير. هذاك السنه كنت فاجئ بانه هو تنقل، ما بقاش معنا في المدرسه، مشى حتى كنتلاقاو في الاذاعه، بغى عبابو يدخل، قال له اليوتنو الطيف انا كذا، عرفتيني انا الكولونيل عبابو هذا، قال له مون كولونيل ما يمكنش تدخل لي، انا عندي اوامر بان ما خصكش تدخل، فهمتي، ما عندي اوامر ما تدخلش. المهم كان عبابو سباق انه ضربو طيحو في الدروج ديال الاذاعه، اليوتنو الطيف توفى مات. شويه واحد السياره جات، ديك السياره مع زرقاء من داك النوع ديال بيجو، داك بيجو فيها جوج الناس لابسين مزيان، نزلوا داروا بهم الدراري، بغاو يدخلوهم، خرجت عندهم قلت لهم مالكم، قال لك الدراري، قلت لهم سيروا بحالكم الدراري. دوك جوج الناس انا غير شفت نزلوا من السياره، شحت تحت الكوسان اللي ديال ديك السياره كاينه في زيمترايوز، وقفت حداها وانا نسمع في الراديو، كان الراديو مطلق ديالهم، كعيط كوديتا كوديتا، طرت في دوك الناس قلت لهم شنو هذا، قال لي ما عرفتيش شنو عملتو، قلت له لا، قال لي راكم دايرين انقلاب، قلت له لا، قال لي دايرين انقلاب، قال لي لا ديك الساعه لاصو باش ندخلوا للاذاعه. كان واحد الولد تطواني قدامي، واحد من تطوان مع ديك اللي انا كيا كافو، حنا بحكم التجربه ديالنا والدراسه اللي قلنا ان دائما الكافو كيخصك تمشي بالجري، يعني ما تمشيش وانت غادي بشويه عليك ولا شحال. فعلا هذاك سبق، جات فيه واحد الرافال جاتو في البطن ديالو، طاح مسكين في البلاصه. عاود رجعنا حنا عاوتاني، بقينا واحد شويه على ما تصفات الامور. اظن بالله كان عقا ديك الساعه، على ما اظن، الله اعلم، بان كان جيلون شاف عقا تما، هو اللي كان كيضرب شي حاجه بحال هكا، ما ميقنش مزيان. المهم عاوتاني درنا لاصو الثانيه، طلعنا مشينا دخلنا الاذاعه. المهم انا بقيت كنضوف هذيك الاذاعه تما، كان يعني كانت شويه ديال حب الاستطلاع كيف كيقولوا، لان اول مره كتسمع الاذاعه، حنا بقيت كنضوف دوك المرافق ديالها. المهم اللي وقع ديك الساعه، انا ما شفتش صراحه، ولكن انني ملي وصلت كندخل لواحد واحد الاستوديو، بعد دخلت كيبان لي ديك الساعه كاين واحد الاله ديال هذا، وفيها واحد الباندا، وكتديع داك الخطاب ديال التوا، الجيش اقول الجيش كذا كذا، وكان واحد هذه ايضا الجيش اقول الجيش لقد قام التوا، قام بها الجيش كذا بحال هكا، انا ما بقيتش عاقل على الصيغه بالضبط، ولكن هذا الشيء اللي كان. وكان واحد التقني لابس واحد الطابليه بيضاء، كانت ما واحد الطبله هذا، وداك الشيء كيدور الجانب الاخر. من جهه الحيط كيبان لي عبد الحليم حافظ كان جالس تما، كاين عبد السلام عامر الله يرحمه اللي كان، وكانت السيده ديالو، كان عبد السلام عامر كتعرفوا لانه كان اعمى، كان عامل واحد النظارات سوداء، وكانت المراه ديالو هي اللي كتهز عبد الحليم حافظ. وقفنا انا وواحد السيده هذيك، بقينا نتبادل مع اطراف الحديث، يا قنود يا هذا، وكنضحكوا معاه. واحد الوقيته من سبب النكته انه طلب شويه ديال الماء باش يشرب، وداك السيد اللي معايا جاب له داك اللي حنا كنسميوه البيدون، يعني واحد كيكون عنده الغشاء ديالو الله، كنعملوه في الصنطه كيتحل، عطاه يشرب. ربما ان عبد الحليم حافظ شم فيه شي ريحه، لان داك الماء كيكون قديم شي شويه وهذا، وضو ما شربش. كان هو يشيد بالجيش، كان صراحه كان يشيد بالجيش، ان الجيش المغربي وكذا، كان عارف انه واقع انقلاب. لا معروف، لان حيت هو تسجلت الباندا قدامه، وداك الشيء تسجل قدامه، انا ما حضرتش يعني شكون يسجل. انا ملي دخلت لتما لقيت الباندا قدامه، دخلت عند الناس قلت لهم اللي بغى يمشي بحالو على الباب، اللي بغى يجلس حتى نشوفوا هذا الشيء شنو كاين. هو قعد، نادوا دوك الناس قالوا لي راه حنا تسرقنا. كيفاش تسرقتوا؟ قال لك تسرقنا، سرقونا العسكر ديالكم. جمعت الدراري دوزت منهم واحد واحد، قال لك ما هناش اللي سرقنا، هما عارفين اللي سرقنا. قال لك حنا ما هناش اللي سرقنا، اسيدي هادو هما الدراري ديالنا، الا فيهم شي واحد اللي سرقكم ها هما. قال لك لا ما فيهمش، حنا قعدنا واحد شويه وداك اللي سرقهم دخل. شكون هو؟ شيفور ديال عين حروده، هو اللي سرقهم. قالوا لي ها هو. عصرت فيه بالمترايه، قلت له تنزل اللي خطفت لهاد الناس كلشي. فعلا بدا يجبد ويزل، نزل من الدوزان ديالهم، خداو حوايجهم، قلت لهم صافي كلشي ديالكم. قال صافي دابا كلشي ديالنا. مشى خرج بحالو، جالسين في الليل
ديك راه 3 د الليل ولا هذا، ما عمرني ندبر في السلاح، جا من الباب تيرا فيا، ما قاسنيش يلاه جرحني ديك القرطاسه، ضربات في الزليج جرحات واحد الراجل هنا، وفي واحد لاموا في واحد الخزانه في هذاك، كان ديك الساعه دوك الطباصل غير السينتات، هذيك الساعه في ديك الوقيته ديال السبعينات كان السينتات هذا العالم الرياضي هذا ام كلثوم هذا كان، يعني كنشوف داك المسائل هذه. بقينا حتى لواحد الفطار، هي اللي كنسمع في داك المكبر الصوت كيقول لي انا عرفتوني شكون انا الكوموندوية، هذا الكوموندوية كان حنا عندنا في المدرسه، هو اللي كان مقابل لانستريكسيون، هو اللي كان كيدير لنا دوك لي بوليكوب، هو اللي كان كيطبع، هو اللي كان مقابل ديك المسائل الدروس وداك المسائل، هو كان في الجيش الاسباني سميتو هويا، كان عندنا حنا قبطان. المهم انه ملي مشى لديك الجلس وداك الشيء ولا ترقى ولا كوماندا، كنسمعوا في هذاك الهوبارلو في ذاك المكبر الصوت كيقول عرفتوني انا لو كوموندا هويا. شوفوا وليداتي هاد عبابو ضحك عليكم، راه ما كاين لا هادي لا ديك، خصكم تسلموا راسكم. كنت واقف انا مع شي اخوان خويين، وكان واحد السيد هو كيسكن ولد هو ولد الداب ديالي ولد الحومه ديالي، كيقولوا له بشعيب الهشماوي، وكان واقف معايا واحد الوقيته، قال لي غنمشي نقلب على القهوه، هو كان كيكمي، قال لي قلت له ودي بشعيب خليك، قال لي لا غنمشي نقلب على القهوه. كانت هذه هي الاخيره، كان مشى مسكين يمكن تصاب بواحد الرصاصه توفى. يعني جايه طاكسي، وقفنا طاكسي هزيناه ديناه في الطاكسي، وكان معاه واحد مع من التلاميذ ديالنا حنا، ومشى معاه المايفي، وهو كيموت في دختو. شو الصدف كيفاش عامله، هزيت السلاح ديالي رميته وطحت على وجهي، جاو جمعونا سي البشير الجنرال بشير كي تيو عبابو حاضر لهم. ملي رجع ديك الرجعه كيلقى البوهالي، كيلقى الجنرال البوهالي، ديك الساعه الجنرال البوهالي كان في القصر، مشى بدل عليه لبس عاوتاني ديك كيقولوا ديك البزه العسكريه، ورجع هو كيتبادل هو ويا النار. بعد ما قال له زعما جمع التلاميذ ديالك ورجع للمدرسه ديالك، رجع ليكول ميليتير، هو قال له سكي في قال له صافي اللي عطى الله عطاه، يعني ان وكان الاخو الصباق البوهالي ضرب عبابو، وعبابو او سميتو عبابو قتل البوهالي، ماشي عبابو اللي قتل البوهالي، عقال يقتل البوهالي فهمتي. بوما المهم كان تبادل النار، انا ما حضرتش في القضيه ولكن على ما كيحكيو بوما واش عبابو ضرب وعاود، وحكى ان حتى عبابو ديك الساعه قتلو كمل عليه انه يكمل عليه لانه حس بان صافي. ما قيل باننا يعني في تلك اللحظه كنا مخدرين محشين، ونحن ديك الساعه ما تنعرفوا لا حشيش ولا تخدير ولا ولا ولا، بلي واحد الباب مسدود، درت حركت لا سيري ديك البواني لقيتو مسدود، سخرت اللور بحال هكا تنسمع الصاروخ تكلم طرق لداخل، خرجوا لي ثلاثه الفتيات بزي ديال الممرضات وهازين يديهم ويستغيثون، اخويا حنا مزوقين فيك اخويا حنا واش تديروا هنايا، بلي تنسواني في واحد السيده هي مجروحه، واحد العنصر من العناصر ديالنا قال لي خرج من لهنا، قلت صافي انا نخرج مراتي، تنسرع عيني بواحد المسافه نقولوا ديال 100 متر ولا ما كامله شيء، تيبان لي واحد الصف ديال البشر جايين فيهم خمسه الناس سته، وهذه منهم الحسن الثاني، رافعين يديهم وجايبينهم شي دراري من السنه الاولى جايين قايدينهم بالرشاشات ديالهم، ما عرفت منين جابوهم، يقال بانهم كانوا في الواتر كلوز يعني في مراحل، من خرجوه جايبينو هما دوك المجموعه هازين يديهم. انا مشيت مع ديك مع ذاك، قلت نمشي نعلم شي اخوان باش بان راه الملك كذا كذا، رجعت للبلاصه فين خليت غادي يبركوا مع العباد فين كاين باركين مع السجناء، زدت واحد تمشيت واحد شويه نقول واحد 80 متر ولا 50 متر، فواحد الزاويه تلقى الحسن الثاني متكي على الحيط، واقفين معاه ثلاثه الاخوان العظم، وواحد الاخ يقولوا له مديح، واحد الاخ يقولوا له بوطيب، هاد الجوج راهم ماتوا رحمهم الله، وهذا راه باقي على قيد الحياه، هذا الطيب بوسلام من القصر الكبير، هذوك الجوج قريب من ابناء مكناس، لقيتهم واقفين مع الحسن الثاني تيدوي معاه، قفت واديت له التحيه بالسلاح بالمطرية ديالي وسلمت لي على يده،
والجواب كان يعني كان كلام سابق ما حضرتش ديال الاخوان معاه داك الحوار اللي دار قبل من ما نوقف انا. كان الجواب ديالو هو الله يدير اللي دارها لينا وليدتي. لحظه تيبان لي واحد الصديق حتى هو راه باقي قيد الحياه، تيبان لي جاي هو واحد الصديق اخر، واحد من القصر وواحد من الخريوقه، جايبين مولاي عبد الله في واحد الفوقيه بيضاء والدم هو من الدراع ديالو الايسر، وجاي متكي عليهم جايبينه واحد الصديق من الاخوان تيرى واحد رصاصه، واحد شي رصاصات يعني واحد الرافال في الخوا، يعني تعبير كانه تعبير عن هذا. الحسن الثاني قال لنا واش باقي عندكم الرصاص؟ قلنا لي باقي، قلنا يعني فرغوا الاسلحه من الرصاص، يعني ديشارجيو لي زارم ديالكم. بدات اللي قال هذاك الرؤوس اللي قال هذاك بدات تتبان شكون اللي غادي يجي. غادي يجي دريس بن عمر. كنهبط كنلقى يعني واحد غوكام ديال الاسلحه، حط كتحط السلاح ديالك وكتمشي كدير الصف، كتحط السلاح هنا وكدير الصف. عملنا صفوف، الصف الاول الثاني الثالث، يعني لقينا السلاح محطوط تما. لقيتها كنشوفوها كالي لا كاينه الطيق جايه، كيف قلت لك انا كاينه كوازمه، وكيبان لي واحد الدبابه كانت معروفه بكاي ديك تي 54 كبير، داكشي ضخم جيد جاي. وصل لواحد النيفو ويوقف، بقى كنشوفو حنا الدبابه، قلنا يمكن بغات تحبس الطريق. ما واحد لقيتها هما بداو كيضربو بلاميتايات، كاينه واحد لاميتايات سميتها الدوسات، يعني كاليبر 12.7 كاينه فوق الطنق، بداو كيضربو بها. بحكم التكوين العسكري ديالنا حنا شو غادي دير؟ كدير ابلافونتا، يعني كتنعس على كطيح الارض. نعسنا على الارض ولكن كنسمعوا صياح، كنسمعوا الناس كتغوات، الناس كت انا شفت فيه الدم. بديت كنجري في ذوك البلويات، صبت واحد القرعه ديال العطار، هبطت كنكبلو على راسو. قال لي ولدي راه الدم منك خارج، راه الدم منك خارج. انا بديك السخونيه ما حكمتنيش بزاف، يلا جري حاسمي، ما ديتهاش فيها. وبعض الحين كاين واحد لابال كتسمى لابال تغاسوز، هذيك كتضوي لنا الليل. ديك الساعه ملي كيضرب واحد الرافال كتضرب واحد اخرى كتضوي، عاوتاني كيبقاو يضربوا. وقع الغوت، وقع الوقيته، وقع ديك لاسيساسيون ديال سميتو، ما بقاوش كيضربوا. حنا نضنا هربنا، كلشي هرب. انا كان ديك الساعه كان نهربت انا مع الناس، كنشوف راسي طلعت بحال شي عقبه، بحال شي هو كانت الرملة ديك الساعة، يعني واحد الفيلا كانت كتبنى ديك الساعة. طلعت فوق ديك الرملة ووصلت للحد ديالها كنهود، يعني كنطيح فواحد المسافة هكا، كنجي على رجليا، وهذاك طحت في لاكاب ديال ديك الفيلا. 4 الصباح جاو الدبابات لتما، قال لك سلموا راسكم ولا ردموا الداخل. اش غادير؟ بداو الدراري شي كيتسلح وشي كيسمعوا تبعوني. قال لك كيفاه؟ قلت لهم تبعوني انا مسؤول عليكم. لقينا هذيك الليله، ديك الليله تما، والقرطاس الليل كله خدام، وحنا جالسين تما، والخوف واحد الحاله. بقينا حتى الصباح بدا كيدخل الضوء من حنا من عاد اكتشفنا على اساس حنا كاينين في واحد لاكاب، وكنسمعوا الناس من الفوق رجلين كيمشيو والغوات ها هما هنا وهما هنا. فعلا طحت معاهم فكره، قلت لهم عرفتي الاخوان يلا نخرجوا، لان ربما يمشيو يدخلوا هنا ويسحبونا باقي مسلحين وتولي شي عاقبه ماشي هي هذيك. اللهم يلا نسلموا راسنا. فعلا خرجنا دونا يدينا فوق راسنا وخرجنا. حنا كنخرجوا للباب ما كنلقاو حتى شي واحد، المهم واحد 100 متر ولا 200 متر ولا هكا كيشدوا الناس، هذوك الناس المدنيين اللي ساكنين تما. عاود عيطوا لهم قالوا ما جاوا. ديك الساعه وقف الناس ديال البلاس ولا الجلاس ديك الساعه، وشدونا ضونا على الحيط ديال الفيلا، حيدوا لنا الصنطه ديالنا، كتفونا بها. من الصدف ان واحد خينا كان واحد الحقد كيشوفونا، حنا كنا طلبه ديك الساعه، كنا عندنا 20 عام تقريبا، انا بعدا عندي ديك الساعه 20 عام، لان دخلنا في 18 سنه، عامين ديال السطاج 20 عام، كسا باقي. هو كيضربني بلاكوس الكسف ديالي، وقال لي قال لي طلع ديك اليوطنو اللي كنتي غادي لحظة جا للضابط، جا شاف هذوك هادي تيسانتور هادي ومتفوليهم من يديهم، قال لي هادو راه تيمشيو الخيوط ديال الضو وضرب هذاك الترونجيستور ما عرفتش كيفاش تيطاش، قال لي هادو راه تيمشيو فوق الخيوط ديال الضو، دابا ينوضو يكتفوكم هما ويسقوا واحد المعسكر عليكم.
Maintenant, je tiens à vous dire que vous en avez encore des ennemis. Veuillez vous cacher. J'ai un dîner au frère, j'ai un dîner à la chambre d'Inna. قالنا طلبوا داك الشيء اللي بغيتو، قعدنا كل واحد واش طلبنا الماكله هي الاولى، معاه واحد القبطان كيقول له سجل، طلبنا القهوه، طلب واحد قال له القهوه، قال له وي تي ام لو كافي كوم مو اوفير، رفعت صبعي عاود قدمت راسي قال لي تكلم اولدي. تا مون جينيرال كتعرفونا حنا ابرياء وما عارفين حتى شي حاجه وتلاميذ وهذا، ودابا فوقاش نخرجوا من هذا السجن. قال لي شوف اولدي، قال لي الخروج ديالكم بين يدي جلاله الملك، طلبوا الله وصليوا وطلبوا الله باش يخرجكم سيدنا من هذا السجن. أطوال المحاكمة يعني كاينه معاناة كانت كيف قال قبيله الأخ وداك الشيء، من ناحية كتكون شتاء وكنمشيو في دوك الكاميوات ودوك لي كاميو متقوبين والماء يعني حالة. العدد الذي قدم للمحاكمة ينحصر في عدد 1081. المحكمة أنا بعدا الملف ديالي كان كاع ما كاين تما الملف ديالي في المحكمة نهائيا. كان ساين باش يغوتوا لي ما غوتوا لي شيء، حتى قال لنا الرئيس عبد النبي بو عشرين قال لك شكون اللي ما غوتناش عليه، قلت له انا راه ما غوتوش عليه. صراحه ان بعض كاينين شي محامون كانوا في المستوى بحال عمو ذاك ابو زبع، كان ذاك عمو اللي كان في يعني كانت شي واحد المحاميه من فاس. من طبيعة الحال بدأت المحاكمة بدأوا كيستنطقوا الشهود وحنا المجرمين، زعما في نظرهم حنا المجرمين. في ديك الاستنطاقات اللي كانت مع بو عشرين كان واحد السيد ربما هو من البادية أظن أو شي حاجة بحال هكا، قال له دي شنو السلاح اللي كان عندك؟ قال له كان عندي مثلا البيطة وكان عندي بعض ديك لي غروناد ديك القنابل اليدوية، قال له لحت واحد الكرونادة هو كيطلع الدخان، طلع الدخان بزاف، وملي تحيد الدخان بالو لي شي وحدين طايحين، قال لي اذا قتلتيهم. المهم خرجوا دوك جوج الناس اللي كانوا في الداخليه، قال لهم رئيس المحكمه اديوا القسم ما تقولوا غير الحق، هزوا يدهم وقالوا محق الحق ما نقولوا غير الحق. قال له شنو كاين؟ قال واحد الشاف ديالهم اللي كان تما فين هو ما عرفونيش، قلت له انا. قال له من جنرال؟ قال له نعم. قال له قلتي قولوا حق الحق ما نقولوا غير الحق؟ قال له حق الحق ما نقولوا غير الحق. قال له والله كما هذا السيد لكنا عندكم هنا. احكام التي يعني طالت طيله شهر ديال فبراير اللي كان صادف ذاك السنه كانت سنه كبيسه، كان النطق بالحكم يوم الثلاثاء 29 فبراير 72، صدر الحكم ليلا غيابين عنا احنا كطلبة. اجمعنا جا واحد كاتب الضبط او شي حاجة بحال هكا من المحكمة او كما قال قبيلة الاخ، طلع في شي كرسي باقي نعقل، قال لك اودي بان انتم خرجتوا البراءة، كيعطونا فوقوا علينا ديك الوثائق ديال الحكم. انا تحكمت بالحبس، كان وكيل الملك طلب لي كونداني امور. علاش؟ جو نو سي با، انوسون مي طلب لي كونداني امور. جمعونا طرف منا عطاو له الدفتر العسكري ديالو وقالوا له سير فحالك، خرجونا منهم انا، خرجونا هكذاك عرضة للضياع والتفريط، وطرف عطاهم واحد الوظيفة مدنية دوبوهم فيها بسلالم متدنية. عطاونا الحجاب، عطاونا عاوتاني حوايج باكتاج اخر، بقينا جالسين شويه بدينا كنمشيو لواحد الصال دو سينما عندهم تما بحال التياتر، كان واحد الداعيه واحد وكان عالم، كان كيعطي الدوز وكان كيجي كيدير لينا الدوز، بما نقولوا حنا لافاج سيرو بحالنا، كان لاجئ سياسي من عهد عبد الناصر وكان في الرباط، كان راجل كبير شيباني واحد، وكان شيخ، كان داعيه، كان كيذكرنا بالله، كان كيفهمتي المسائل
قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. مشيت باش ندير الباسبور، دخلت للقايد قلت له انا باغي ندير الباسبور باش شاف فيا هكذا، قال لي انت بين قوسين الباسبور ما عندكش. الله يهنيك. لو كان كنت انا مشارك في الصخيرات ومشارك في الكومبلو ارمي كونتر الجيرمان لوترون، ما غادي شي نقدر نطلب دابا التعويض ديالي، ما نقدرش نطلبه ابدا. اون افي لو كو ديتا، خسرنا البوطو الله يعاون، ولكن انا ما درتش اينوسون دون لافير. علاش ما نطلبش؟ علاش دوزنا 40 سيزون ديال الميزيريا، 40 سيزون كنخدموا مع الناس. فينالمون موا جيتي بارمي لونكادرومون، راه صحابي دي كولونيل، راه صحابي دي ليوتنو كولونيل. علاش منوار غادي يتقر ما يتعوض ما يكونش بحال صحابو؟ كيسكو جي في؟ سيتي ماشي لا فوت ديال لونكادرومون، مي سيتي لا فوت دو عبابو. انا نقول لك ما صبت فين نخدم، صبت واحد الشركه ديال الحافلات فاس، دخلت كنخدم ب 1000 فرانك في النهار، 1000 فرانك في النهار، 8 السوايع د العمل ب 1000 فرانك. ما صبتش، ولادي تقهروا، ولادي ما قراوش. هذاك ولد الخائن، هذاك ولد الخائن. باش خائن؟ ولادنا ضاعوا، ضعنا احنا وضاعوا ولادنا. كيفاش؟ بشي ما حناش منو. الله كيعلم علينا اننا حنا بارئين من ذلك.